السلام عليكم، مساء النور. اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم وكل متابعي قناة النهار وزملاء والزميلات المحترمين. اليوم جيتكم بواحد التطبيق اللي هو مهم جدا جدا وعنده فوائد كثيرة وميزات كثيرة، خصوصا يعني للمنتمين يعني الصحافة والإعلام وتقنية التواصل. التطبيق اللي هو متاح تقريبا عبر تطبيق يعني اللي هو موجود تقريبا ربما في الإيزو في الأندرويد، اللي هو خاص بجوجل، صنعته شركة جوجل، اللي هو جوجل كلافي. جوجل كلافي اللي هو واحد التطبيق فيه واحد مجموعة من الميزات اللي غادي يعاونكم، خصوصا يعني فئة الصحفيين أو الناس اللي كيكونوا متجهين يعني يعني بعض النزوات، أو ربما كيكونوا متجهين بعض التصريحات، أو كيكون عندهم واحد مجموعة من الحوايج اللي كتكون يعني وثقوها يعني كتبوها وكيجيهم عريض عليها، وربما كتاخد منهم واحد الوقت كتير. كلافي جوجل جات بواحد الاختصار اللي هي تقدر يعني تملي عليه، وهو كيكتب لك مباشرة في الوورد من خلال النقاط اللي عندك أو من خلال التسجيل اللي أنت كتوفر عليه. غير هو الشرط اللي هو كاين في هذا الباب، وأنه يعني ماشي تضرب يعني تسلسل الأفلام، هو فقط كيف ما غادي تشوف معايا في هذا الفيديو، غادي الواحد يحاول يتحدث معاه بشوية يعني تقيش شوية باش هو يبلور العين الكلام بسرعة ويحولوا النص المكتوب. فبلا ما نطول عليكم نمشيو مباشرة، وبالمناسبة هو كيدعم اللغة العربية وباقي الدول يعني الأخرى ولغات الدول الأخرى. بلا ما نطول عليكم نبداو مباشرة يعني في هذه العملية هذه. تدخل البلاي ستور واللي عنده الأبل يعني الأيفون أو الأيباد، ولا كيخدم حتى في تابلت في زيباد، اللي عنده يعني يدخل المتجر أبل ستور أو جوجل ستور بلاي ستور، ويبحث في البوند يدير سيرش على كيبورد لكلافي جوجل، يدير جوجل كلافي غادي تعطيه مباشرة كلافي جوجل، يتيشارجيها مباشرة. ومن بعد ما تدخل يعني تحمل غادي تدخل لها مباشرة بالتطبيق، غتلاحظو هنا بأن واحد المجموعة ديال الميزات اللي هي كاينة فقط ماشي غير تفريغ الكلام يعني وتحويل الكلام في المكتوب، فقط هناك مجموعة ديال الميزات بينها الترجمة، واحد المجموعة كيفما غتلاحظ معايا مباشرة ملي كندخلو عفوا كندخلو كيعطينا هاد بخوميييغ إيتاب، بخوميييغ إيتاب أكتيف مباشرة بارامتر جيستيون باش يعطينا نأكتيفيو الكيبورد، أكتيفيو كيبورد جوجل. عطينا دوزيام إيتاب سيليكسيوني سيزي، هنا غنتحولو من الكلافي اللي عندنا في التليفون اللي عندو سامسونج ولا اللي عندو أي تليفون، غنحولو الكيبورد اللي هي ديال جوجل. هنا لي لونغ يعني والبارامتر ديالو والتيم، يعني هي واحد لوحة ديال الكتابة اللي هي تقدر دير فيها أي حاجة لي لوغو يعني، ولكن هادشي مغتحتاجوش لأنه غير غادي تزيد تقل الهاتف كتر، غادي تحتاجو يعني غتحاول يعني تغتنمو في هاد الباب، هو هاد النقطة اللي هي الحوايج اللي مهمة أساسية غادي تولي غتعاون بدون ما تستغرق وقت طويل، يعني غتختصر وتنقص شي شوية من المشاهد ديال مهنة المشاهد. قلنا ربطنا لكن الكلافي اجوتي الكلافي كاين ديجا فرونسيين اجوتي العربية اوكي في نرجع مباشرة. دابا دخل مباشرة نتحمله على الهاتف او اللوحة، هنا كندخلو عفوا نمشيو الوورد مثلا ندير واحد العمل. اذا انا لاحظت هنا تغيرت الكيبورد، ما بقاتش الكيبورد ديال العادي ديال التليفون ولا ديال جوجل، هي بدنا لها تشمل الكيبورد ديال جوجل، هي عندها صله مباشره بالانترنت، وكيفما قلنا انها كانت واحد المجموعه من الميزات اللي كتستافد منها. حاولنا مثلا اللغه العربيه، هنا قلنا كتورك على هذا العمل ديال خطا ديال السيف، هنا كاين واحد المجموعة ديال الميزات كتدخل كتثبت النقاط، هنا غتلقى تدوير في واحد المجموعة من الميزات اللي غادي نديرهم. هنا المهم في هاد الفيديو هو بغي نشرحو يعني مدى نجاحة هاد التطبيق في حل واحد المشكل ديال قلنا الكلام اللي تفرغ يولي نص، فالنقطة وسهل الاستخدام كنضغطو على المايك
نظمت جمعية الدار البيضاء للفن والثقافة مهرجانها الأول في إطار النسخة الثانية. المهم كذا أنا لاحظت معي هو كيكتب مباشرة، يعني أنا كنتق معاه كيكتب بشكل عفوي، يعني كيبقى ترجع غير تصحح النقاط مثلا ديال الحروف اللي يعني كنطقوها وما كتكتبش، يعني كتنطق يعني ذات الثقافة مربوطة وذات الشيء. أنا مجرد مباشرة كنعاود نبرنتي في ذاك الشيء، وكنقرا في بأنك فوق قليل لقيتي بهاد النقاط جمعتيها في شي مرة ولا ثلاثة، غادي تبغي ترجع وغادي تعاونك مباشرة ونخليكم تعرفوا هذا الفيديو. نتمنى نكون فدتكم شي شويه في هذه الدلاله، نضرب لكم لقاء بشي تطبيق اخر ان شاء الله، وباقي موجود يعني المجموعه من التطبيقات اللي غتعاونونا بها وتعاونكم في المجال الاعلامي. نضرب لكم لقاء بحلقه جديده، وشكرا لكم ومع السلامه. ما تنساوش دعم اخوكم من خلال القناه، ديروا لها جيم وديروا جيم للراس باش يبقى يوصلكم الجديد، ومرحبا والف مرحبا، شكرا لكم. لمتابعة المزيد من الفيديوهات تابوناو في لاشين وضغطوا على زر الجرس، يبقى يوصلكم جديد النهار 24.